يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين. وللمزيد ينضم إلينا من أسوان مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية، ما جديد الأوضاع لديك الآن؟ نعم، بعد التحية، الجديد هو الزيادة في عدد الشاحنات المحملة بعدد كبير من المساعدات عبارة عن مواد غذائية أو مشروبات تتجه مباشرة من خلال العبارات الموجودة في مدينة أبو سمبل إلى معبر قسطل تحديدا، وعلى الطريق البري الآخر إلى معبر أرقين. يعني منذ قليل العبارة التابعة لمحافظة أسوان يعني قامت بتحميل عدد كبير من الحافلات المحملة بعدد من المساعدات الغذائية المتجهة مباشرة إلى مرسى حجر الشمس، ومن ثم الوصول إلى معبر قسطل. وهذه العبارة بعد بالطبع أن يعني هناك عدد كبير من الوافدين بعدد من الحافلات من خلال هذه العبارة وصلوا بالفعل إلى مرسى وميناء أبو سمبل النهري للاتجاه إلى مدينة أسوان وإلى موقف كركر الدولي. لكن هذه الحافلات وهذه الشاحنات المحملة بعدد كبير من المساعدات الغذائية مهمة للغاية، خاصة في ظل تواصل عمل المنظمات بالتعاون مع الحكومة المصرية وتسهيل الحكومة المصرية عمل هذه المنظمات لتقديم مزيد من المساعدات، لعل كان آخر هذه المساعدات الممر الإنساني ما بين أسوان ووادي حلفة بالشراكة والتعاون مع وزارة الخارجية المصرية لتقديم ما يقرب من 50 طن من المساعدات والإمدادات الطبية والغذائية المختلفة. هذا بالإضافة إلى الخدمات الصحية، لاحظنا أيضا اليوم تواجد لسيارات الإسعاف التي تجوب مدينة أبو سمبل، وإحدى هذه السيارات متجهة عبر العبارة التابعة لمحافظة أسوان متجهة إلى معبر قسطل لتقديم بالطبع كل الخدمات، بجانب سيارات الإسعاف الأخرى الموجودة داخل معبر قسطل وتقدم كل خدماتها للوافدين السودانيين، بالإضافة إلى النقطة الثابتة للهلال الأحمر الطبية التي تقدم أيضا كل الخدمات الطبية وتوفر كل الأدوية التي يحتاج إليها الوافدين السودانيين. في ظل كل هذه الخدمات هناك أيضا متابعة من محافظة أسوان لكل هذه الخدمات والحرص على تواجد واستمرار هذه الخدمات على مدار الساعة، بل ومضاعفة هذه الخدمات مع تزايد الأعداد المستمرة للوافدين، سواء نتحدث أيضا هنا عن مدينة أبو سمبل أو حتى في محافظة أسوان وفي حي الصداقة الجديدة والقديمة وفي مدينة إدفو ودراو. هذه المدن أو هذه المناطق ووادي كركر أيضا يكثر بها توافد السودانيين، فبالتالي يتم يعني مضاعفة هذه الخدمات في هذه المناطق، خاصة مع وجود بعض القوافل التموينية الغذائية لتوفير كل السلع الغذائية، خاصة مع قدوم عيد الأضحى المبارك بأسعار مخفضة للوافدين السودانيين. وفي كل هذه الخدمات التي تتم داخل محافظة أسوان تأتي الإشادات الدولية بهذه الخدمات. كان آخر هذه الإشادات مفوضية شؤون اللاجئين والسيد فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، و طبقا لما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة أشاد بالتجربة المصرية وبالخدمات المصرية والذي يقدمه الشعب المصري، وقال أنه مثال يحتذى به لكل دول العالم في الكرم وحسن الضيافة واستقبال الوافدين السودانيين وتوفير نعم. ملاذ آمن لآلاف الوافدين وأيضا يعني الفارين من نعم. الاشتباكات والاندلاعات داخل السودان. وبالتالي ملحمة وطنية كبرى تقدم هنا في محافظة أسوان لتقديم كل هذه الخدمات. يعني نتحدث أيضا عن المستشفيات الصحية الموجودة لك. التي تقدم كل خدماتها الطبية عن طريق السيارات الإسعاف والعيادات، سواء المتنقلة عبر المعابر الحدودية المختلفة أو حتى في وادي كركر أو حتى العيادات الثابتة. هناك أيضا عيادات ثابتة للهلال الأحمر المصري أمام محطة سكك حديد أسوان، لأن هذه المحطة تستقبل أعداد كبيرة يوميا من الوافدين السودانيين للتوجه إلى محافظة القاهرة أو إلى أي من المحافظات الأخرى، وتوفر ما يقرب من يعني 4000 مقعد في 6 قطارات يوميا، وتوفر لهم كل الخدمات اللوجستية والغذائية أيضا
المتواجدة في محيط أشكرك شكرا جزيلا. هذا بالإضافة إلى أن مدينة أبو سمبل هي نقطة هامة في المبادرات المجتمعية التي تقدم من الأهالي هنا للوافدين السودانيين ومساعدتهم على توفير السكن وتوفير الحافلات التي تنقلهم إلى الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى استقبالهم بحفاوة في كل الأوقات وفي كل الأماكن الموجودة في مدينة أبو سمبل أو حتى في مدينة أسوان. شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل، كنت معنا من أسوان، شكرا لك.